إنهم الحياة، إنهم الغد، إنهم الأمل. واليوم موعدهم مع بكرة. كلام الناس يطلق حملة التضامن الصلاة المحبة مع مركز سرطان الأطفال مباشرة من بيروت. موعد مع بكرة في حملة الصلاة والتضامن عبر كلام الناس، يدا بيد، قلبا على قلب، نحو المستقبل. حلقة خاصة من كلام الناس الأحد 23 تشرين الثاني 9:30 مباشرة على الـ LBCI والـ LDC.